سلامات. الفنانة الرائعة بلغيس مرحبا. لا نرحب فيك علي. كيف نحن بكواليس حفل صناع الأمل الرائع، وكنتي رائعة ملكة المسرح بلقيس، خبرين عن حضورك. بزعل ولا يعني بدون ألقاء كنتي حلوة يعني أنه يعني هلأ بيجي هيك مرحلة وبتروح وكذا ما فهمت شو بدك تقول، بس أنه يعني حلو كان الحمد لله. لا أنه أنا ما قصدي شيء والله، على فكرة أنا هيك قلت بكل نية سليمة مثل ما بيقولوا. كنتي رائعة ومتعلقة على المسرح، وكمان هلأ حتطلعي مرة تانية، خبرينا عن حضورك وتحضيرك لهذا الشيء. أنا جدا سعيدة، والبادرة هذه السنة أعتقد أنها مختلفة عن السنتين اللي فاتوا، هذه ثالث سنة، بس أعتقد أنه السكيل تبع البادرة هذه السنة كبروه كثير، وكبروه بطريقة أنه أصبح الكل اليوم حتى بيساهم في عمل الخير. والفكرة تبعت صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم، قدوتنا في عمل الخير الحقيقة في الوطن العربي وليس فقط في الإمارات. الفكرة أعتقد أنه نحن نوسع عمل الخير مش عشان يكون مدعوم ماديا بل معنويا. اليوم يعني صنع في داخل كل شخص فينا بذرة أمل حتى نكون نحن مصدر أمل للآخرين. فأنا جدا مبسوطة وسعيدة ورائعة جدا هذه البادرة، شاركت في الأوبريت واليوم أنا هنا على المسرح طواعية متطوعة. أنا أعتقد أنه هذا دوري ودور كل فنان عربي مفروض. شيء رائع. طب هدي لما نشوف هيك شغلات نحس حالنا نحن صغار، يعني دائما هدي مع معات السوشيال ميديا والقصص الأعمال الإنسانية. بلقيس شو يعني بتحفزك هذه الأمور إنك تشاركي بأعمال؟ أو يعني في ناس بتقول إنه بتعمل ما بتحب تحكي، بس هو المفروض الواحد كمان يشجع الناس. صحيح، بس لخبرك شيء، يعني احنا كفنانين انسانيا اذا بنسوي حاجه الافضل انه احنا ما نقولها عشان اجرها زينا زي الناس العاديين. لكن لما انت تكون فنان رسالتك للمجتمع هي انك تبادر طوعيه في اعمال الخير وتساعد في زراعه السعاده والامل للناس، لازم انه انت تشارك في ايفنت زي كذا. متى ما جاءت البادره من الناس المنظمين تبع صناع الامل او غير صناع الامل في اي مكان في الوطن العربي، جو قالوا لنا يا جماعه تعالوا بادروا خيريا، في انا عارفه انه في فنانين تمتنع، انا عارفه انه في فنانين ما تقول لك انا ما اروح اغني ببلاش مستحيل اطلع، في ناس هيك هذا الصراحه. بس الناس اللي تطلع على بادرات خيريه ايضا من الفنانين عددهم كبير ويعطيهم الف عافيه، فهذا جزء من رساله الفنان بالمجتمع. نعم، لما الناس تقول الفنانين ما عندهم رسالة وإيش إيش الرسالة وأنتوا تتشدقوا الموضوع، لا هذا هو إنك أنت تشير انتباه فانزك ومتابعينك والناس بالوطن العربي إلى حفل كبير زي كذا، هو ما شاء الله مش محتاج طبعًا. يعني إعلاميا طبعا كمان مثل ما شفنا كمان الفيديو كليب أرجوك كمان يعني رسالة وعم فيها توعي وهيك. أصداء الفيديو كليب عملت ضجة وترند على السوشيال ميديا، كيف كانت هيك الأصداء عندك؟ أنا مبسوطة جدا صراحة، توقعت أنه تصير ترند في الخليج، ما توقعت في الوطن العربي، أنه هي كانت ترند في المغرب والجزائر وليبيا ومصر وعمان واليمن والإمارات والسعودية والكويت والبحرين، كل مكان صراحة الأغنية كانت ترند. فلما شفت كذا في 24 ساعة الأولى أثلج صدري، وأعتقد أن الناس متعطشة لهكذا رسائل. طبعا. الناس بدها يعني خلص تعبنا إحنا من القصص. هو قصة إنه شرح، طلعتي شرحت الفيديو كليب، هو كان بده شوية شرح يعني في قصة مبين في شغلات بس شوي غامضة، يعني ليش ما كانت؟ لأن هي 4 دقائق مش 30 حلقة. لما تكون 30 حلقة فصل على راحتك، بس 4 دقائق في تفاصيل كثيرة وحصلت في حبكة درامية صارت في الفيديو كليب، وهذا صعب كثير انك تقنع شخص في 4 دقائق بحبكة درامية. فتخيل انه يجي اكيد الناس بدها تعرف انه ايش موضوع الورقة تبعت الميراث او ايش وضع الورقة تبعت البيع. في ناس ما فهمت هل هي اختي حقيقة ولا البنت ممثلة اللي جات معايا، الحادث اللي حصل لها هو حادث ام هي عنفت من قبل زوجها؟ عادي هذه اسئلة تطرح، لان قلت لك هذه مش 30 حلقة، انت 4 دقائق. شفناك مع الفنانة أحلام وكتير هيك، يعني نادرا ما بنشوفك أنت والفنانة أحلام بتلتقوا. نادرا ما تشوفني معي فنانة مو بس أحلام، لعلق في يعني مواقع أو حسابات
كتير ركزت على هيدي النقطة. ليش برأيك؟ لأنه قليل، لأنه قليل ونادر ما يصير اجتماع بيني وبين فنان. يعني اليوم أنا كنت مع ستة أم حنين نوال كويتية واقفين جنب بعض، طيب وماسكين إيدين بعض. إحنا من زمان مش أنا من سنين أنا مو شايفتها، وذات الشيء ست أحلام رغم إني أنا شايفة أم فهد شفتها تقريبا من شهر أو من شهرين في حفل زواج كنا مع بعض، إحنا ثنتين ورد تصورنا ووقفنا وتكلمنا كده، بس يمكن هذه أول مرة تكون الكاميرات موجودة حوالينا. بس لا، بتصير أشياء كثير في الكواليس، وأنا أصلا قليل ما التقي فنان. طيب شفنا الصورة هي قالوا لتركي، بعتقد مش تركي، هذه من الدعاية مش هيك؟ كل اللي صار هذا صراحة ضحكت عليه أنا، يعني مأوفرين الموضوع. القصة الكابشن ما له علاقة بالصورة، الصورة إعلان أهلين. والطفل موديل والتليفون أكيد بدي الصورة تزبط. الولد مش راضي يجلس لي أمه واقفة قدامي، والولد بده أمه، فأكيد حيطول في الموبايل بيبي شارك فاتحين له عشان يطول في بيبي شارك. على فكرة أنا حللت الموضوع، ما أنا خاصة واحد وصل مرحلة ما عادي بيحلل أحد، براحتكم اللي فهم أهله وسهله، اللي ما فهمه حر، وكيف ما بدكم تأولوا أولوا، أنا خلاص ما عندي مشكلة، زي اعملوا اللي بدكم. بلش ينتقدوا وبلش أنه كمان غير قصة أنه ابنك أول مرة بيطلع ومش عارف مش ابني، أنا قايلة ابني في لقاءات كثيرة أبو رافض طلوعه بالإعلام، سألتني وأنا جاوبتك هذا السؤال صح. هلأ الولد له ابني، والصورة ما لها علاقة بالكابشن، الصورة دلالية فقط، دلالية، صورة دلالية في قراءة في كتاب. يا جماعة أنا ابني ما صار يتفرج على الآيباد والتلفزيون، وقللنا الموضوع بس خلاص. بس أنت يمكن حطيت الصورة عندك على حسابك وكتبت شيء، يمكن هني كرمال هيك حوروا هني ربطوا. أنا الصورة دلالية فقط، وأنا قايلة من قبل ابني ما بيطلع، وقضي الأمر. طيب شو آخر أعمالك؟ شو عم تحضري؟ عم حضر عمل عربي مصور راح يطلع إن شاء الله في شهر مارس، حاليا أنا شغال على هذا العمل. وفي عندي كمان حفلة تاريخ 28 في مدينة مصدر في أبوظبي إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك علي، شكرا، كلك زوا.